الرئيس السيسي يوجه بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال في شبكة الطرق بالدلتا خلال العام القادم. شكري يتوجه اليوم إلى نيويورك للمشاركة في الدورة 77 لاجتماعات الأمم المتحدة. وزارة الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 140 عسكريا أوكرانيا خلال هجوم في خيرسون. أخبار السابعة نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من شاشة النيل للأخبار، أهلا بكم. وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال في شبكة الطرق بالدلتا خلال العام القادم، وذلك نظرا لأهميتها وكونها شرايين للتنمية تخدم مواطني وأهالي المحافظات والمدن والقرى المحيطة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة النقل. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أركان حرب هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة النقل، وقد استعرض الفريق كامل الوزير جهود تطوير منظومة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية بمختلف جوانبها، لا سيما الموقف التنفيذي والإنشائي الخاص بالخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع العين السخنة العالمين مرسى مطروح، والذي يمتد بطول 660 كيلومتر، وتعمل في إنشائه 150 شركة بحجم عمالة حوالي 100,000 عامل في مختلف التخصصات. كما عرض السيد الوزير في ذات السياق مستجدة التعاون مع المجموعة الألمانية دويتش بان لإدارة وتشغيل القطار الكهربائي السريع بخطوطه الثلاث، حيث من المنتظر أن تنشأ شركة وطنية تحت مسمى دويتش بان مصر، فضلا عن قيام المجموعة الألمانية بنقل الخبرات عن طريق تدريب وتأهيل الكوادر المصرية من مهندسين وفنيين في مقرات ومراكز المجموعة بألمانيا. كما تم عرض الموقع في التنفيذي لإقامة محطة بشتيل الجديدة للسكك الحديدية وفقا لأعلى المواصفات العالمية، والتي ستساهم في الارتقاء بالخدمة المقدمة لرواد قطارات الصعيد، فضلا عن استعراض الجهود المستمرة لتطوير أسطول السكك الحديدية خاصة الجرارات الجديدة وتحديث تلك القديمة. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الوزير استعرض كذلك الموقف الإنشائي لعدد من الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، خاصة شبكة الطرق والمحاور بين محافظات ومدن الدلتا، كذلك الطريق الدولي الساحلي من بورسعيد إلى السلوم. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال في شبكة الطرق بالدلتا خلال العام القادم، وذلك نظرا لأهميتها ولكونها شرايين للتنمية تخدم مواطني وأهالي المحافظات والمدن والقرى المحيطة، فضلا عن مساهمتها الحيوية في عملية التنمية وتسهيل حركة التجارة وربط التجمعات العمرانية والصناعية والزراعية، إلى جانب تعزيز سلاسة التحركات للمواطنين واختصار زمن الرحلات بين محافظات الدلتا، وذلك بالتناغم والتكامل مع مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري. كما تم أيضا عرض عملية التطوير الجارية لمنظومة الموانئ على مستوى الجمهورية، خاصة ما يتعلق بالموقف التنفيذي لمشروعات ميناء الإسكندرية الكبير، والذي يضم ميناء الدخيلة وميناء المكس الأوسط بما فيها ساحة البضائع والحاويات والمنظومة اللوجستية الخاصة بالميناء والأرصفة البحرية. تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي أوراق 13 سفيرا جديدا تم اعتمادهم في مصر، وأكد حرص مصر على تعزيز أطر العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة، مشددا على ضرورة استمرار التواصل والتنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. تسلم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أوراق اعتماد 13 سفيرا جديدا. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس رحب بالسادة السفراء الجدد بالقاهرة، وقد عبر سيادته للسادة السفراء عن تمنياته لهم بالتوفيق في مهامهم.
سعادة سفير جمهورية تشيلي، سعادة سفير نيبال، سعادة سفيرة جمهورية إستونيا، سعادة سفير أوكرانيا، سعادة سفير جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، سعادة سفيرة جمهورية ملاوي، سعادة سفير مملكة كمبوديا، سعادة سفيرة جمهورية قبرص، سعادة سفير الجمهورية التشيكية، سعادة سفير دولة الكويت، سعادة سفير جمهورية سلوفينيا، سعادة سفير كومنولث أستراليا، سعادة سفير مملكة إسبانيا. أجرى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا مع الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وبأيرلندا الشمالية. تقدم الرئيس السيسي بخالص التعازي للملك تشارلز الثالث وحكومة وشعب بريطانيا في وفاة الملكة إليزابيث الثانية التي قدمت الكثير لشعبها وبلادها على مدار عقود، متمنيا سيادته كل التوفيق والسداد للشعب البريطاني الصديق فيما هو قادم. من جانبه تقدم الملك تشارلز الثالث بالشكر للرئيس على هذه اللفتة الكريمة والتي تؤكد على خصوصية العلاقات التقليدية بين البلدين الصديقين، كما جرى خلال الاتصال الهاتفي مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة المتعلقة بموضوعات تغير المناخ، لا سيما في ضوء المبادرات المتعددة التي يرعاها الملك تشارلز الثالث في هذا المجال، إلى جانب استضافة مصر المرتقبة للقمة العالمية للمناخ كوب 27 في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ. يتوجه وزير الخارجية سامح شكري اليوم إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي ستبدأ فعالياتها 19 من سبتمبر الجاري. سيشارك الوزير شكري في عدد من الاجتماعات المهمة والفعاليات، كما سيجري بعض اللقاءات الثنائية مع نظرائه من وزراء الخارجية والمسؤولين الدوليين. يشارك كذلك في الاجتماع الوزاري لصيغة ميونخ لبحث سبل دفع عملية السلام بالشرق الأوسط، فضلا عن عدد من الاجتماعات الأخرى. بدأ مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعه السابع بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة السادس من أكتوبر بلقاء تعارفي مع المقررين العموميين والمقررين العموميين المساعدين للمحاور الرئيسية الثلاثة السياسي والاقتصادي والمجتمعي، حيث جرى الاستماع لوجهات نظرهم وكذلك وضع مهام مقرري اللجان. ست جلسات تحضيرية هي عمر مجلس أمناء الحوار الوطني ما بين انطلاقه في يوليو الماضي واتفاقه اليوم في سبتمبر على مرشح المحاور الرئيسية الثلاثة السياسي والاقتصادي والمجتمعي ليعقد اجتماعه السابع بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب لوضع مهام مقرر اللجان ولائحة المجلس التنظيمية. تم مناقشة كيفية بدء اللجان أو النقاش داخل اللجان، كيفية اختيار الأسماء، الآليات التي يتم عليها الحوار وكيف تدار الجلسات الرئيسية في الحوار الوطني وكيفية عمل اللجان. اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني تضمن لقاء تعارفيا مع المقررين العموميين والمقررين العموميين للمحاور الرئيسية الثلاثة والاستماع لوجهات نظرهم حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة. استمعنا إلى تصور السادة مقرري المحاور الرئيسية، المحور الاقتصادي، المحور السياسي، المحور اجتماعي، واتقالت افكار جيده ويعني تقدموا بعدد من الاسئله عن يعني كيفيه الحوار هيتم ازاي، مدته قد ايه، المدعوين هيبقى نظامهم ايه. مجلس امناء الحوار الوطني انعقد للتمهيد للحوار الوطني واستقر على تكوين ثلاث محاور كبرى تتعلق بالشان السياسي والشان الاقتصادي والشان الاجتماعي، وفي كل محور هناك العديد من اللجان، وتوصل أيضا إلى اختيار المقررين والمقررين المساعدين لهذه اللجان. كان قد وصل قطار الحوار الوطني لمرحلة فاصلة بعد التوافق على مرشح المحاور الرئيسية ومقرر اللجان بعد نحو شهرين من انطلاق أولى جلسات الحوار الوطني في 5 يوليو الماضي والتي شارك فيها ممثل الطيارات والقوى السياسية المختلفة.
جلسات نقاشية مثمرة للحوار الوطني تمت إدارتها بشكل متوازن لتجمع كل التيارات السياسية المختلفة لعرض وجهات نظرهم بحرية تامة للوصول لرؤية مشتركة بما يخدم أهداف الدولة المصرية من تحقيق التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمواطن المصري. من داخل الأكاديمية الوطنية للتدريب، أحمد ممدوح، أني. تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وكذلك مواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تضر بالاقتصاد الوطني للبلاد. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية. ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 34 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوط ضبطات بلغت 2600 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 31 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 887,426 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 11,087 قضية سلع غذائية وتموينية بمضبوطات وزنت أكثر من 3,571 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، وكذلك ضبط 4,997 قضية مخالفة للمخابز. كما تم ضبط 10 قضايا في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت أكثر من 78.5 طن سلع غذائية متنوعة، وتم ضبط 2,761 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت أكثر من 525 طن. كما تم ضبط 144 قضية استيلاء على الدعم بمضبوطات بلغت أكثر من 731 طن سلع مدعمة متنوعة. كما تم ضبط 7 قضايا في مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء بمضبوطات بلغت 195.5 طن. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 918,590 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 199,649 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 3,882 من قائدي المركبات، تبين إيجابية عدد 191 سائقا منهم. كما تم المرور على 25 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 92 من سائقي حافلات المدارس، تبين سلبيتهم جميعا. كما تم فحص 90 مركبة وتبين عدم مطابقة 4 مركبات لشروط الصلاحية الفنية. كما تم رفع 364 سيارة و70 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية، تم ضبط 8,311 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة. كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها واستعمالها عن ضبط 994 مخالفة الأجهزة الصوتية وضبط 1,231 مخالفة الأجهزة الضوئية وضبط 3,196 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص وضبط 3,077 مخالفة ملصقات وضبط 36 محلا مخالفا لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية.
وفي مجال الأمن السياحي نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 1995 قضية ومخالفة، أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 81,770 قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة، في هذه القضايا بلغت 74,570,106 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 222 قضية، من بينها 122 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات و100 قضية في مجال جرائم المطبوعات. وفي مجال قضايا الأموال العامة ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 44 قضية بقيمة مالية بلغت 115,638,122 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 2,525 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 4,748,000,000 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجاري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 6,547,357 جنيها. أعلنت وزارة الدفاع الروسية صد هجوم أوكراني في مقاطعة خرسون أسفر عن مقتل أكثر من 140 جنديا أوكرانيا وإصابة آخرين. وقد ذكر إيغور كوناشينكوف المتحدث باسم الوزارة أن القوات الجوية والمدفعية الروسية وجهت ضربات مكثفة على الوحدات الأوكرانية في عدة مواقع في خاركيف. قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها شنت ضربات على مواقع أوكرانية في عدة أجزاء من البلاد. وأضافت الوزارة أن القوات الروسية نفذت ضرباتها في مناطق خرسون وميكولايف وخاركيف ودونيسك، وأشارت إلى أن القوات الأوكرانية نفذت هجوما فاشلا بالقرب من برافيدين في خرسون. القوات الجوية الروسية وقوات الدفاع الصاروخية والمدفعية شنت هجمات ضخمة على وحدات وقوات الاحتياط للجيش الأوكراني، ونتج عن هجمات عالية الدقة إلحاق خسائر، حيث قتل أكثر من 140 جنديا من اللواء المتنقل رقم 46 بالقرب من بريزن هوفات وفي ليك أرتاكوف بمنطقة ميكولايف، ولواء ميكانيكي رقم 24 بالقرب من بيزي منوي بمنطقة خرسون. وفي منطقة خاركيف أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إجلاء أكثر من 1500 شخص من المنطقة خلال الأسبوع الماضي. ومؤخرا استعادت القوات الأوكرانية أراضٍ كانت تحت سيطرة القوات الروسية في منطقة خاركيف الشمالية الشرقية. وفي شرق أوكرانيا قال أليكسي كولميزين رئيس بلدية دونيسك التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا إن 4 أشخاص قتلوا في قصف على منطقة في وسط المدينة. في غضون ذلك لقي شخص حتفه في قصف أوكراني على منطقة بيلغورود الروسية حسبما أفادت السلطات المحلية هناك. وإلى الجنوب والشرق من هناك ركزت القوات الروسية على مدى أشهر في إقليمي لوغانسك ودونيسك لتوسيع الأراضي التي يسيطر عليها الانفصاليون الذين تدعمهم موسكو منذ عام 2014.
عودة للشأن المحلي، حيث نظمت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والتأمين الصحي الشامل احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى. وقد تم الإعلان خلال الاحتفالية عن اعتماد وتسجيل 195 منشأة صحية اعتمادا دوليا، ومراجعة ما يزيد على 200 تقييم لمنشآت صحية لضمان السلامة والأمان للمرضى. 10 متطلبات تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على تحقيق سلامة المريض، والتدريب العملي على تلك المتطلبات بالشراكة مع القطاع الخاص تحقيقا للمشاركة المتكاملة هو ما تم الإعلان عنه خلال فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لصحة المريض، وذلك من خلال مشاركة منظمة الصحة العالمية و18 وزارة وهيئة مصرية. إيمانا منا بأن سلامة المريض هي أولوية أولى لدينا، جاءت قواعد اتخاذ قرار الاعتماد للمنشآت الراغبة في الحصول على اعتماد الهيئة العامة لاعتماد الرقابة، والتي نصت على عدم قبول منح شهادة الاعتماد للمنشأة التي حصلت على درجة غير مطابق لأي من اشتراطات السلامة الوطنية في تقرير الزيارة التقييمية للمنشأة. لترسخ ثقافة سلامة المريض فريضة واجبة التحقيق. 700,000 حالة تحتاج نتيجة الإحداثيات الأدوية الضارة، وكيف إحنا ممكن نقلل؟ سلامة المريض اليوم العالمي من أجل توصيل الرسائل الصحية، مسؤولية المشتركة، الحق الآمن في الرعاية الصحية، الحق الآمن أن مقدمي الخدمات يكون لهم دور كبير أنهم كذلك يكونون على علم ومعرفة وفي نفس الوقت مهنية بتقديم الخدمة. كما تم خلال فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لصحة المريض بضرورة التأكيد على تطبيق أجندة سلامة المرضى تحت مظلة الحوكمة السريرية، وتفعيل منهج التدريب والتعليم لمساعدة العاملين في الخطوط الأمامية على نشر سلامة المريض خارج نطاق المستشفيات. عشان نعمل حاجة اسمها الكلينيكال سيفتي، أنشأنا وحدة للحوكمة الإكلينيكية لتطبيق الحوكمة الإكلينيكية داخل منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية، من وضع السياسات والبروتوكولات الطبية علشان نضمن النهاردة ان احنا بنقدم خدمات صحية بجودة عالية للمواطن داخل مستشفيات هيئة الرعاية الصحية. كمان النهاردة عشان نطمن ان الأطباء والتمريض وجميع أعضاء المهنة الطبية ان هم داخل منشآتنا بيقدموا خدمة بأمان للمريض، نحن سجلنا 100% من أعضاء المهنة الطبية لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وكمان التحقق من الشهادات بالتنسيق مع الجامعات المصرية المختلفة والنقابات علشان نضمن تماما أن اللايسنز والشهادات بتاعة المقدم الخدمة الطبية وأعضاء المهنة الطبية كلها حقيقية. قد إحنا بنهتم بالدواء من تصنيعه إلى تخزينه لتوريده لصرفه لإعطائه لمتابعة إعطاء الدواء، يعني كل العملية بنهتم بها. النهاردة بنشارك مع شركاء النجاح النهاردة في أن احنا نرسخ قيم سلامة الدواء في المجتمع المصري، أن احنا نوصل رسائل للمريض المصري ما تاخدش دواء إلا من مصادر مرخصة، ما تصرفش دواء إلا بناء على توصية طبية. العمل على توفير بيئة صحية آمنة من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل هو ما تحرص عليه الدولة المصرية لتأمين سلامة المرضى وفقا لمعايير الجودة العالمية. محمد حلمي، النيل. نظمت إحدى منظمات المجتمع المدني ندوة للتأكيد على دورها الكبير في الاكتشاف المبكر للأطفال ذوي الهمم، مما مهما اختلف نوع الإعاقة سواء كانت بصرية أو سمعية أو حركية. دور كبير تلعبه منظمات المجتمع المدني في الاكتشاف المبكر للأطفال ذوي الهمم مهما اختلف نوع الإعاقة سواء كانت بصرية أو سمعية أو حركية. وخلال الندوة التي نظمتها إحدى الجمعيات بدار الأوبرا، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج أن الوزارة من جانبها تلعب دورا كبيرا من خلال المراكز العلاجية في التصدي لتفاقم الإعاقة. طبعا الاكتشاف المبكر يمكن إحنا مركزين على الأسرة، في أيضا الجمعيات الأهلية، لما نتكلم على التأهيل المرتكز للمجتمع وكل فرد في المجتمع نتكلم على دور الخدمات الصحية والتأهيلية والقائمة على تنمية مهارات الأطفال، بنتكلم أيضا على الدعم النفسي سواء للأشخاص أنفسهم أو الأسر، وبنتكلم على دور الإعلام لأن دور الإعلام مهم جدا في طرح قضية الإعاقة.
من جانبها ناشدت رئيس إحدى الجمعيات الأسرة المصرية بضرورة الوعي لما يطرأ على الأطفال من تغييرات وعدم الاستهتار بدرجة الإعاقة مهما كانت طفيفة. الحقيقة إن إحنا عندنا في مصر مليون كفيف، لكن عندنا 6 مليون ضعيف بصر، وضعيف البصر يمكن حاله أسوأ من الكفيف لأنه ولا بيشوف ولا ما بيشوفش. وفوق دول كمان عندنا حوالي 16 مليون ممكن نحمي بصرهم بس ما بنحموش لأن مفيش اكتشاف مبكر. وعقب الندوة افتتحت وزيرة التضامن الاجتماعي معرضا للأطفال ذوي الهمم بمنتجاته المختلفة، مؤكدة على ضرورة اهتمام الجمعيات بهذه الفئة ليكونوا فاعلين في المجتمع. الاهتمام بذوي الهمم واحدة من القضايا التي توليها وزارة التضامن الاجتماعي الأهمية الكبرى، والذي يأتي من منطلق اهتمام القيادة السياسية بدمج هؤلاء الأطفال في المجتمع. محمد الخطيب، النيل. افتتحت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني فعاليات النسخة 15 من مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية، وتستمر فعاليات المهرجان على مدار أسبوع في عدد من المناطق الأثرية بالقاهرة. تحت رعاية وبحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني انطلقت فعاليات النسخة 15 من مهرجان سماع للإنشاد والموسيقى الروحية على مسرح الصور الشمالية، وحمل شعار رسالة سلام إلى العالم. زي ما احنا متعودين في مهرجان سماع رسالة سلام إلى العالم، التأكيد على التواصل الإنساني بين الشعوب، المحبة، التسامح، السلام، من خلال الورشة الفنية اللي هي فلسفة المهرجان اللي بيعملها الفنان انتصار عبد الفتاح، اللي هي ازاي الحوار بين الثقافات المختلفة. هو ده الهدف من المهرجان، الإنسان وروح الإنسان والتسامح والمحبة والسلام، وبنصدر صورة حضارية جميلة من بلدنا مصر للتأكيد على التواصل الإنساني بين الشعوب وفي الأماكن الجميلة التاريخية بتاعت بلدنا دي. تستمر فعاليات المهرجان حتى 24 من الشهر الجاري على عدد من المسارح والمناطق الأثرية بالقاهرة، من بينها قبة الغوري وقصر الأمير طاز وبيت السناري والمتحف القبطي. احنا حريصين انا ومجموعه كبيره جدا من صديقاتي لان احنا دايما نحضر المهرجان ده سواء الطبول او سماع، للماده اللي هو بيقدمها احنا بنحبها جدا، الماده التراثيه او الانشاد الديني او الصوفي او التراث القديم او الفن الشعبي، سواء الفن الشعبي الفولكلور الصعيدي بتاعنا او فرق الفنون الشعبيه زي فرقه رضا وفرقه القوميه، الفرقه القوميه للفنون الشعبيه. وزاره الاثار يعني توأم للثقافه يعني، فاحنا دايما بنعمل احتفاليات دينيه وتاريخيه وتراثيه، من ضمنهم الاحتفاليه دي بتاعه الانشاد الديني اللي احنا النهارده بنواكب يعني فيها، بنقول رساله سلام وحب. حاجه ممتازه جدا، بقالها 15 عام طبعا، حاجه جميله جدا جدا وحاجه جديده طبعا النهارده، للنهارده الافتتاح وجميع الفرق النهارده متجمعه مع بعضها. يهدف المهرجان الى احياء فن السماع باشكاله المختلفه، التراث الاسلامي والقبطي والتراث الكنائسي في مصر والعالم، وكذلك نشر ثقافه الحوار والتواصل الانساني بين ثقافات الشعوب. تحت شعار رسالة سلام للعالم وبمشاركة أكثر من 30 فرقة من مصر ومن مختلف دول العالم، انطلقت فعاليات النسخة 15 لمهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية ليبعث برسالة محبة وسلام لكل العالم من قلب مصر. أمل صبري، النيل. في ختام هذه النشرة هذه عناوين الأخبار. الرئيس السيسي وجه بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال في شبكة الطرق بالدلتا خلال العام القادم. شكري يتوجه اليوم إلى نيويورك للمشاركة في الدورة 77 لاجتماعات الأمم المتحدة. وزارة الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 140 عسكريا أوكرانيا خلال هجوم في خيرسون.
للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الانترنت nile.eg. إلى اللقاء.